هذا هو باسل جل. السلام عليكم. حياك الله، وش اخبارك؟ الحمد لله. عساك طيب، وش اخباركم؟ طيبين؟ اسرح 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 اسرح، اشرب شاهي شاهي شاهي. اي شاهي يا اخي؟ شاهي شاهي يا اخوي. هدي هدي روق روق وريح. باسل، انا ابغى اسالك سؤال، وش القصه اللي سمعتها انا؟ يا اخي محمد يقول لي كذاب وغشاش ومغرور. بالله انا كذاب؟ انا غشاش؟ انا مغرور؟ قلت لك كذاب وغشاش ومغرور؟ والله ما قلت له. انت تعرفني يا اخي، انا ما اقول. هو اللي قال لي بالعكس، هو اللي قال لي اني انا كذاب وغشاش ومغرور. بالله انا قلتها، تعرفها مني. طيب دقيقه، انت سمعت بنفسك؟ لا، وفي واحد قال لي بس ما مو لازم اقول لك. يعني من هو اللي قال لك؟ ما ابي اقول لك يعني. بس من هو اللي قال لك؟ واحد يا اخي، واحد. ايه انا عرفته، الله يهديك يا يوسف. يوسف هو اللي قال لكم. كيف عرفت؟ ايه هو اللي قال لي. وانت يا باسل؟ هو نفسه بعد. واضح يا شباب ان يوسف لعب عليكم، فانا ودي اعطيه درس ما ينساه طول حياته. السلام عليكم، كيف حالك يا يوسف؟ يوسف عندي لك اخبار عن الحارة، أخبار طازة. مع السلامة. حياك الله. يا هلا والله بيوسف. سلام عليكم. زارتني المبارك، اجلس، وشلونك؟ الحمد لله طيب. تفضل تفضل، شاي شاي ساخن توي صبك. شكرا، جزاك الله خير. يوسف، سمعت وش القصة اللي صارت بينك وبين باسل ومحمد سرور؟ باسل ومحمد سرور؟ يا أخي باسل ومحمد سرور أنت ما تعرفهم، هذول مغارير وكذابين وغشاشين. حنا غشاشين. محمد، باسل. ايه انا. انت وش؟ انا. انت وش؟ انا امي تبيني. مهما كان احنا اخوان. يا حي الله جارنا محمد، زارتنا البركة، حياك الله. الله يحييك. أبشرك، مجهز الشاي والعنب ما شاء الله والفواكه، حياك الله. مجهز كل شيء، بس فين الشوكولاتة؟ فين البسكوت؟ فين الايس كريم؟ فين العصير؟ يا اخوي اشرب شاي واحمد الله على النعمة. اي والله لازم. والفواكه احمد الله. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك البيت الجديد. ما تهنينا فيه. لا حول ولا قوة الا بالله، عسى ما شر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوسف. نعم. وش فيها يدك؟ بوية. من وش البوية؟ كنت أساعد عيال الحارة في الكتابة على الجدران. جدران؟ إيه. أي جدران؟ الجدران اللي قدام المسجد وجنبه وهذا. قدام المسجد؟ إيه. شتار البيت اللي لونه بيج؟ في بيج، في أسود. إيه بيج، في بيت. في سيارة لومينا فضي؟ ايوه لومينا فضي. طيب معليش تسمح لي اعطني بتأكد اذا هذا اصلي ولا مو اصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي معليش بعد اذنكم. ايش بتسوي؟ بكتب على جدران بيتكم زي ما اخوك كتب على جدران بيتنا. ليش تكتب على جدران بيتهم؟ اصلا انا ما كنت ادري ان جدار بيتهم. تدري ولا ما تدري؟ ترضى أحد يكتب على جدران بيتنا؟ لا ما أرضى. أنا الأجل ما حد يرضى إنك تكتب على جداره. معليش يا محمد، إحنا آسفين. الحين آخذ يوسف ينظف جدار بيتكم. يلا يا محمد معي، ويلا يوسف قدام. يا مودي ينجار يكتب على جداره. يا مودي ينجار يكتب على جداره. يحسبها شطارة وتراها خسارة. يحسبها شطارة وتراها خسارة. اسمعوا